تفضل. أهلا وسهلا بك أخ مصطفى، شرفتنا كثيرا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تطربنا بقراءتك الجميلة وبحفظك المتقن إن شاء الله عز وجل. أسمعنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم وعلى الذين يطيقونه يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله.